الجماهير اللي ساندونا اليوم بكل صراحه من دقيقه واحد حتى للدقيقه 90، والحمد لله المباراه ما كانت سهله بكل صراحه، سيرتو ان فريق النهضه البركانيه جاي من واحد الخساره في النهائي، دونك كان باغي يعوض. الحمد لله حنا ما كانش مسموح لينا بالغلط، كنشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم، والحمد لله الفوز هذا كان هدي لجميع الجماهير. شكرا.